السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا ونكسن داوضيال هل قد نغلا صعوتان ويسارتي في حروتي سردحية مغالا دا چيچيغا ومركلا يا برامج كن حسابنا عن تكرنتا برامج كان قصو قادنا عنتوين كنو عيدي سيكالا دوان سلانا هاي بلشدا وحيسي قلنيا مرة بعد مرة استحاد كلنا تو عنا ونكسن برامج كو حيدين صوت يار ساني قف الحسودانية دين عيقا مدي قو حتاقن سويدي الرجل معلمة دونم هاد علنيا معلن وكسو دوينيا ما سنت هاي أولا سلامي يا دمان انت برانش كو خران امه الصوماليه دي دافيد مركزي جوغان وك سلامي سلام تاي سلام كا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد حياه بد مهاصل تاي مركز تدال كات سميسو سو بوخت تاي تاو شنو لدا دينيسو اد بد مهاصل تاي كسو دويني واد ما سنت هاي سويدا ادي قودا وان كو مهد علنيا انغنا دو وخان كميد هاي ارديدا بدران برانيس مخايتا عنت كارنتا انا قودايد ان ارديدا سان كميد هاي كولنتو انا وناكسن مره بعد مر صدحات با وخان غودا غلي دونا برامج كن حسابنا عنت كارنتا معلمه دا ويدينينا بل مانتا وخان كوسو قادانينو واي هي بسم الله ما شاء الله اد بد ما سنت هاي مانتا ان شاء الله وخان ان كو سو قادان دونا رودي اينو ان شاء الله ان لبا نوو كدغي دونا باذن الله وتهي معلمة دونهم هاد علنيا بلادين كلا بحر روديدا يعن قابك الله سميني وقف كصوت علن روديدا سميو أما وهر كجارو دعوة شو عنا يلاه واي هاي بسم الله عشر كين بين جود قلينا هل كم حين وصارا صوص أما هي اللي بسوق وقوي إن شاء الله وإنه بدح كلين دونه روديدا عفوا إن بدح كلين دونه روديدا إن شاء الله مركبيها إنتو إنه كرسنا يو أي إنه سيس ما يسنينا حتى على يرا روديدي بين حشنينا بسم الله الرحمن الرحيم أبغى دقيقة بينو كشرتا هل كنا وح كشرتا ملقعد إيس أما في حصة كل بسيط لا يقان بير بين كقيني فارك إسمه في ليا وح كشوا بنينا هل كنا وح نو كشرا لبها لا بيدا هل كنا وح كشوا بنا ودقيقة دي وإيس لام رو بيدا لام القعدة الصنكرة، إن هالكنوع حين وجدته، سبقي ما جرين تي ويان، وحين كشوا بنا إن شاء الله لبم القعدة، وده عمل القعدة بين كدي سنين، هالكنوع حين وجدته بيدير نومي لحلة، بيدير نومي لحلة، إنت هسين إن شاء الله، إنت هسين سكو قوشنا بإذن الله. وياهي بسم الله وحين حشني أينو ديارسن روديدي بين حشني روديدي وحين كقابلين هدا ندي بيقول عليه ودقيق وماجرين وملح ير لام قاعدة السكرة لام ربيعة في حصدي أنت سيك قابلت هاي ما شاء الله أنت أينو فحيسه بعير بين كحلنا إن شاء الله بعير بين كحلنا هنا وضربوا هنا وهجاك داود يا لسكسو نقد ونكسن معلومات وحي نودي عرسي دقيقة حشيتان كيجي روديجا حتى نوح نقول دونا سوغدي انا دين كلا بحو
وايهاي بسم الله عشر كيني من جذا قلينا هالكم حينا قرصة ضي أما بيه قرصة ضي وهيلب كيو يرون رون هالكم حكو درسنا سليدي أنا كنت درسنا وسيد معصر أما سري سيتون قف كي كيو تعالي هاي تو إيش كده يا سليدة كل عادي قال استعمالنا الحمد لله وحن كنت درسنا هنا بس شاين كنت درسنا هنا هي قد شي غير يار أنا كنت درسنا هنا واي هاي وير دبولنا ان شاء الله واي هاي بسم الله وحين كل ان شاء الله واتمان رحبوتي يو ان يرو ان شاء الله بامية وبامية يتمان رحبوتي هذا إن شاء الله ونتبولينا ونكسو نقنينا هذا نكسو نقنينا إن شاء الله وايهاي بسم الله حبوب تاني ما شاء الله وينو ديار حكنا وبهارات كي توني كمسر أفو بهارات كي تعليه بكتر يا إن شاء الله أنا أقول لكن مكان حكتر نيجيدو في الفيل قرفل نقفو بهارات كي تعليه بكتر سنكرا إن شاء الله واي هاي ديرجي نساس وديار نوبي هاي وحن ديار سنينا نفيس كي كلا إن جلنا إن شاء الله أي ديارنا هنا ولكن يجب ان يكون هناك قول الله وحي وحتى أنا كسمين معنا إن شاء الله كعنتين كسمين هنا كعنتين إن كسمين نسينا أبو هول يراتو أنا كسمين يا تقطع تقطع سين كسمين هنا لما سين صورنا هنا ما شاء الله واسكو سو نقنينا هاگ داوودیال رودیزیلی ولی من نوع نوسمی سنی نی قاب کیلا بعد نوسمی سنی نی معلومه دارن دیگه کلا رحب حیا وای هی بسم الله هر که وحین کرده دنی رودیزی وینو تو قد حده و کلی نی هر که وحین وجود شده و بعد کار کن که مرنای نه انشالله کار کن بعد که کمرنای نه وايهاي بسم الله وحن قلين دونا هدي على إيدا إن أوفنتين قلينا وحن إن قلينا هتنا بيس لبعضه ينصمين إن شاء الله رودي ده
qofkii ama xaflad la ama munaasabad la wax uu dhihay iska fuu sameysan karo mid walba maanta gacanta ku sameynaynaa ma la waxaynaba waxayno waxayn gelinaynaa subagii yaraaye batarkii yaraaye loo isticmaalay roodhida ayn gelinaynaa way hay bismillaah waxay noo soo baxday roodideeni ma sha Allah ay noo fiinta ka soo saarnay waa qulayn halkan waxay noo yaalo bicycle labaad ee roodida insha Allah iyadana sidoo kale waxa batterkii yaraabay ma soo geeyay roodida inuu kor kooyn host ka gelinay tan macnaha aynu ku duubnay taana waxaynu sameynay duqad marka labada nooc bay noo tahay taas aynu ku dhameystirnaa insha Allah ka bacdi iyadana oo fintiyo inoo kulul oo kor iyo hoos dabkeedu yahay ayaan gelinaynaa insha Allah ay hay saasay noqdo maestran tahay oo fiitay gelinaynaa insha Allah way hay bismillaah halkan waxaan ku shubanay biyo yar waxaan ku shubaynaa sonkor waxaan sameysanaynaa macaan yar oo aynu korka ka tarnaa insha Allah halkan waxay noogu jira caano hagaag daawadayaal isku soo noqod wanaagsan hadda waxay noo diyaar wararkii oo adarkaysaano labadii ayneenu sameysanay furunkeena haddana macallimad waxaan ka sugeynaa qaybaha kale nooga hadhay barnaamijka sidii furunka ay noogu sii wadi lahayd insha Allah halkan waxay noogu eeg roodideeni saas oo jilicsan tahay dareemayna markaynu gudaheedi kala jarana waa taa dhexda waxaynu ugu tageynaa duqada masha Allah alxamdulillah tan kalena waxay noogu diyaaraa waynigi gelinay subagii batarkii roodida lagu isticmaalayay marka masha Allah isaga macaan yahay bay kor ka shubi doonaa labadeenii roodiyadood saasi maanta diyaar noogu yihiin kan waxaa lagu isticmaalayaa macaan baa lagu isticmaalayaa tan macaankaas waa lagu isticmaalayaa waa sokorti iyo caanihii aan kariyay sokorti iyo caanihii aan karinay weeyaan masha Allah marka tan roodida saas loo isticmaalayaa thank you.
saasay diyaar noogu yihiin casharadeenii aynu dhiganay maanta. Alxamdulilaah, maasha allah, roodhidiiyo in laba nooc ka dhiganay, saas maanta casharkeenna diyaar noogu yahay. waa hagaag daawadayaal, waxaan maraynaa qaybihii ugu dambeysay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna. waad arkaysaan daawadayaal, maasha allah, roodhiga kala noociisa laba nooc baan ka kala dhiganay. midna waxaa lagu daray caana iyo watima calimadiimika inoo sharaxaysay, midkan kale waa kan waad arkaysaan oo maasha allah saas uu jilicsan yahay. bal macalimada, waxaan jeclaan lahaa inaan ka weydiiyo maxay tahay roodhiga kale ee labaad macalin, bal noo sharax bal waa kaas waxaad ku dartay imika caana iyo waxa labadan roodhi maxay ku kala duwan yihiin? waayahay bismillaah, waxay ku kala duwan yihiin. samaynta waxaan ka samaynay waa hal shay, laakiin wixii aan ku kala darnay baynu kala dunay. iminka kan oo kale waa kan duqad bay noogu jirtaa, qofkii casho ka dhiganaya, qofkii dee casuumadu leeyay raacsiisanaya. saasay maasha allah inoo tahay, oo duqad baynu gelinay qofkii casho gelinaya iyo qofkii geeshan kara waqtiyo kale uu isagu u jeclaysan uu samayn kara. tanna waa xiliyada macaanka qofku u baahan yahay ama u baahan yahay, ama casar ha noqoto ama nusaaco caruureed ha noqoto. dee waa roodhi aad u nafaqo badan ood kaga raysanayso wax banaanka laga soo iibiyo oo hooyada ku isticmaalaysa gurigeedii gacanteedina ku samaysanaysa insha allah. waa tahay macalin, dhanka caafimaadka bal nooga waray, iminka laba roodhi baan samaynay, midkee baan odhan karnaa caafimaadku uu fiican yahay? maasha allah, kolley daqiiq baynu ka samaynay oo aad waxaan ugu talax tegi lahaa caafimaadka iyadoo aan heed ka sameeyey ama qamadi ama arabakhi, laakiin imika daqiiq bayn ka samaynay, daqiiqdana maba amaanoba. markaa run ahaantii taya ahaan markaan idhaha waxay ka fiicantahay tii suuqa la sameynay bay ka fiicantahay, because beed bay leeday, waxay leeday subag aan duxda ku badnayn, markaa way ka taya fiican tahay unbaan odhan karaa tii suuqa. laakiin waxay ku fiican tahay in lagu sameeyo qofku markuu caafimaadkiisa aad u ilaalinayo inuu heeda ka samaystay ku fiican tir kulida insha allah. hagaag daawadayaal, waa ujeedaan oo kaa waxaynu maraynaa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna. labadii furan baa labada dhinac nooga muuqdo, maasha allah, caynba cayna oo kala duwan. macalimaduna de way noo sharaxday qof kastoo doonayay furanka inuu wax ka barto, waxaan filayaa inuu si gaar uga bogtay. barnaamijka waxaa idiin soo diyaarisay aniga oo fadxa suudaaniya, dhanka kaamiradaha qurquruxa badan aad arkaysaan waa cabdimaalik diir iyo weliba sidoo kale maxamed cali. sidoo kale waxaa garabkayga taagan oo maantoolide kushiinka oo u jirtay kijada macalimada subeyda reegal. waan ku mahadcelinayaa macalin, waana kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad barnaamijka noogu daadihinaysay. intaan barnaamij ku lamida ku kulmi doonno waxaa idinku dhaafinaa amaanada alla. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Thank you.